فالعبرة بالنهاية، العبرة بالعاقبة، العبرة لمن يضحك أخيرا، العبرة لمن يضحك أخيرا. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه سنة الله في خلقه. أنت إنسان مخير، ولا بد من أن تأخذ أبعادك كلها، ولا بد من أن يسمح لك أن تصل إلى نهاية الطريق. إلى هنا، إلى هنا حدود الفساد، إلى هنا حدود الانحراف، لا بد من أن يرخي لك الحبل. لذلك حينما ترى الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره، في قصب، في نعم، في قوة، في مال، في وسامة، في انحراف، في كفر. هذا الإنسان يحتاج إلى ضربة واحدة، إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون. فالإنسان لما ربنا عز وجل بيعالجه بالتدريج، هذه نعمة عظمى، لما بيتابعه يحاسبه على ذنوبه ذنبا ذنبا، خطيئة خطيئة، هذه نعمة كبرى. ولما الأخ الكريم المؤمن يغلط فيأتي العقاب فوراً، هذه نعمة ما بعدها نعمة، أي أن الله سبحانه وتعالى يتابعك ويربيك. أما حينما يتابع الإنسان كل المعاصي والانحرافات والله عز وجل لا يعالجه، هي علامة خطيرة جداً أنه سوف يقصم قصماً. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمد له، يرخى له الحبل. لكن دقق، في أي لحظة الإنسان في قبضة الله؟ بأي لحظة تنقلب حياته إلى جحيم؟ بأي لحظة ينقلب أمنه إلى خوف، خوف مدمر؟ في أي لحظة ينقلب غناه إلى فقر شديد؟ في أي لحظة تنقلب قوته إلى ضعف شديد؟ الله هو القوي، بقوي إنسان، وفي أي لحظة يضعفه. الله هو الغني، بغني إنسان، وفي أي لحظة يفقره. الله عز وجل يمد الإنسان، وفي أي لحظة يأخذ منه. الإنسان تحت ألطاف الله عز وجل. بأيام الإنسان بسذاجة وضيق أفق وجهل فاضح يظن أنه إذا خدع الناس فهو ذكي، أنه إذا خدعهم وأقنعهم بشيء وهو على خلاف ذلك فهذه حنكة ما بعدها حنكة، هذا حمق ما بعده حمق. علاقتك بالله وأنت عند الله مكشوف، وهؤلاء الذين تخدعهم وتوهمهم لا يملكون لك ضراً ولا نفعاً ولا حياةً ولا نفور. خسروا في تجارتهم، عاشوا سنوات معدودة، لعلهم ببحبوحة كان، لعل المال الكثير جاء إليهم بسبب نفاقهم، ولكنهم خسروا الآخرة، ما ربحت تجارتهم. يعني تنعموا لسنوات معدودة وضيعوا الأبد كله. قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. المعنى المخالف أن المؤمن ربحت تجارته. أحد الصحابة كان في طريقه إلى المدينة، فيبدو الكفار كمنوا له، أرادوا أن يصرفوه عن الهجرة. قال لهم: خذوا كل مالي في بلدي في مكة. دلهم عليه فأطلقوا سراحه، كل ماله خذوا، خبأ ماله في مكان معين بالبيت، قال لهم: مالي في المكان الفلاني، خذوه ودعوه، فتركوه. فلما وصل المدينة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال النبي؟ قال له: ربحت التجارة أبا يحيى، ربحت تجارته، ضحى بماله كله من أجل أن يصل إلى النبي، ربحت تجارته. فأنت بعقلية تجارية، بعقلية تجارية
وازن بين الدنيا والآخرة. إنسان كسب الدنيا وقد يكسب مالاً وفيراً ومكانةً عليةً وبيتاً واسعاً ومركبةً فارهة ويخسر الآخرة، ربح أم خسر؟ أكبر خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. من هو الخاسر الحقيقي؟ الذي خسر الآخرة. أما هذه الدنيا مهما تكن متعبة، مهما تكن شاقة، مهما تكن المعيشة فيها خشنة، لكنها تمضي ويبقى الأبد في جنة عرضها السماوات والأرض. بعقلية تجارية وازن بين الدنيا والآخرة. الإنسان ألا يرى الجنائز؟ لا بد من يوم تدخل المسجد أفقياً ليصلي عليه، لا ينجو أحد، لا ينجو أحد. فالإنسان إذا استعمل عقله وفكر في الدنيا الزائلة ما في ضمانة. هلأ في أخبار يومية بالـ25 جلطة، الـ25 صار جلطة. هالأزمات اللي كانت تجي بالستينات بالسبعينات بالـ25 الـ35 شاب في مقتبل العمر مات، ما تملك من ضمانه إلا طاعة الله عز وجل. فالمؤمن يصطلح مع الله ويطيعه ويسلم أمره إليه، ومتى يأتي الموت؟ يعني هو تحفته، والموت عرس المؤمن، والموت نقلة نوعية من دار متعبة إلى دار النعيم، من دار المرض والقلق والهم والحزن والمشكلات إلى دار لا شيء ينغص الحياة فيها، لهم فيها ما يشاءون. وغير المؤمن فما ربحت تجارتهم. عملية تجارية، أنت بسنوات محدودة. يعني هلأ إذا قلنا لواحد اتمتع بـ100 مليون خلال سنة وسوف تدخل إلى السجن تمضي 10 سنوات مع التعذيب، بيقبل؟ ما حدا بيقبل. طيب سنة تمتع و10 سنوات تعذيب، ما بيقبل. كيف إذا كان الدنيا من الآخرة ليست بشيء؟ كلمة أبد ما حدا منتبه لها، أبد. يعني إذا كان واحد بالأرض وأصفار إلى الشمس، بين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر وكل مليمتر صفر، شو الرقم هذا؟ هذا الرقم إذا قيس باللانهاية صفر قيمته. تصور رقم واحد بالأرض وقدامه 156 مليون صفار، كل مليمتر صفر. طيب لو للمريخ، لو للمشتري، هذا الرقم إذا قيس باللانهاية الآخرة قيمته صفر. فالناس من أجل 10 سنوات معدودات، فسق وفجور وانحراف وأكل مال حرام، في ساعة الموت خارج كل حساباته. يأتي الموت فجأة فالإنسان في قبضة الله عز وجل. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، والحمد لله رب العالمين.